مرحبا منا ومرحبا بكم في مقطع مراجعة وتحليل مانجا هانتر. أعرف لم أنزل مراجعة فصل العودة، لكن كنت أحضر لكم ملخصا كامل لأحداث المانجا، ولهذا وقبل أن تكمل مشاهدة هذا المقطع، وإن كنت تريد تذكر الأحداث كلها بعد الأنمي إلى آخر فصل، فشاهد ملخصي للأحداث من هنا، وبعدها ابدأ معي في هذا المقطع لنكمل الأحداث الأسطورية حاليا في أرك حرب الخلافة. ولا تنسوا أيضا أن تشتركوا في القناة كي تصلكم مراجعات أسبوعية لهانتر. هيا لنبدأ. بعدما بدأ أتباع مورينا رئيسة عصابة إي بالقتل العشوائي لكي يرفعوا مستواهم ويحصلوا على قدرات النين، بدأ هذا يخل بتوازن قوانين مافيا كاكن. واتفق رئيسا عائلة المافيا تشوو وتشاء أن يوقفوا مورينا كي يحافظوا على التوازن في العالم السفلي. وفي آخر فصل أمر أونيور رئيس مافيا تشوو هينديجي بالذهاب إلى الطابق الثالث ليبحث عن مورينا وهيسوكا. لما هيسوكا؟ لأن العناكب الآن يحمون في السفينة بحثاً عنه، والمافيا تحاول القضاء عليهم باستخدام هيسوكا. فيذهب كل من الزعيم الشاب هينريجي وتابعاه لينش وزاكورو إلى الطابق الثالث. تذكير سريع بأماكن شخصيات ستجدونها في صورة أمامكم، لكن باختلاف بسيط، وهو أن هينريجي الآن في الطابق الثالث، والوزني ينتقل بين الطوابق، والآن هو موجود في الطابق الخامس. يأمر هينريجي تابعه أن لا يفعل شيئاً إذا وجدوا هيسوكا وأن يخبروه فقط. يبدأ هينريجي بالبحث لوحده، وبالفعل يلتقي ببعض من تابعي مورينا، ومستوياتهم لا تفوت 22، أي أن كل واحد منهم قتل تقريباً 22 شخصاً وحصلوا على قدرات خاصة بهم. يواجه هينريجي واحدا منهم باستخدام قدرته، وهي قدرة تجسيد واسمها الخطر البيولوجي. تخوله هذه القدرة من تحويل أي جهاز أو سلاح يلمسه إلى كائن حي، لكن مع ذلك سيبقي على وظيفته. وأيضا هي قدرة تجسيد، فيستطيع حتى غير مستخدم النين برؤيتها. مثلا في الفصل السابق لمس بندقيات الجنود وحولها إلى أفاعي، وخرجت من الأفاعي رصاصات. وفي هذا الفصل تظهر فوائد عدة لهذه القدرة، فاستطاع أن يجسد قطة من كاميرا ويتلاعب بالقطة لكي تصور كل شيء. وهكذا استطاع بسهولة قتل تابع مورينا، والذي يستطيع تحويل جسده إلى سلاح قتل. أما عن البقية فعرفوا أنهم ليسوا ندا له، وذهبوا لطلب التعليمات من مورينا. يتساءل هينريكي عن سبب هيجان مورينا وتابعيها، ويفكر أن ما تفعله هو نتيجة حقد سنين على المملكة. فنحن نعلم أن مورينا ابنة الملك الغير شرعية، ولا يحق لها أن تشارك في حرب الخلافة وتبقى مختفية في الظلال. ونعلم أيضا أن هدفها الدمار فقط، لكن ما استنتجه هينريكي هو أن الأمير الرابع قطع صلتهم به، والآن يتمردون ويجهزون للحادث الحقيقي. حسنا، بما أن أتباع مورينا مسجلون كمدنيين، قتل هينريجي له أمام العامة كان ليكون مشكلة كبيرة. وبالفعل يتساءل العامة عما حصل، خصوصا أنه تم إخبارهم أن الجيش قبض على القاتل المتسلسل. لكن هذه كانت فقط خطة لزايستوم لتهدئة الأوضاع، أما القاتل فما زال حرا. لكن كيف لهينريجي قتل واحد من العامة أيضا أمام الناس؟ هذه تعتبر جريمة. طبعا عائلة شو ليسوا أغبياء، فورقتهم الرابحة هي ميشا، نعم الشخصية التي ذكرها هينريجي في آخر الفصل، فهي ورقتهم للتستر على الجثث. ميشا كانت عضوة سابقة في عائلة شو، وكانت من فرقة التخلص من الجثث. عملها هذا تبعها حتى بعد موتها، فبعد أن يقتل أفراد عائلة شو إنسانا، تتفاعل قدرتها لتصبح فتاة زومبي تتحكم بالجثث حتى تتخلص منها بدون مشاكل. قدرة مجنونة ومفيدة جدا بجانب مافيا تشو. يتحدث جندي مع هينريجي ويخبره أنه يعرف مكان مورينا، لكن يريد رشوة بالمقابل. وتوضح أن مصدر معلوماته هي وجود غرفة ليست في مخطط السفينة، ونعلم أن لكل مكتب عائلة هناك غرفة تربطهم بالطوابق العليا، وهذا هو مقر تواجد مورينا. فيوافق هينريجي ويذهب لإحضار المال له. في الفصول السابقة عبر تابعي أعضاء المافيا عن إعجابهم الشديد بالعناكب، وواحد منهم يريد الحصول على ورق تذكاري كي يسأل العناكب لإمضائه.
الواضح أنه فان مثلنا وأكثر، لكن هذا ليس مهم. ما هو مهم هو كيفية إدخال توغاشي لمعلومات جديدة عن طريقه. فبما أن المنتجات الموجودة هي فقط المهمة جدا والتي يتوق الركاب للحصول عليها، ورق تذكاري لن يكون موجود، لكن تخبره صاحبة المحل أن هناك طريقة لإحضار شيء من العالم الصغير. فهناك محلات في الطبقة الأولى تطلب من عندهم ويوصلون لك الطلب إلى عتبة بابك. هناك مناطيد أو درون يتم استخدامهم لنقل البضائع من اليابسة إلى السفينة، لكن اليوم 14 وآخر أجل لتسليم الطلبات. وملاحظة، نحن الآن في اليوم 10، فلماذا سيعطينا توغاشي معلومة مهمة مثل هذه إن لم يلمح لنا إرسال طلبيات خاصة أو مهمة؟ يعرف الزعيم الشاب كيني عن قتال هنريكي في الطبقة الثالثة ويقرر الذهاب إلى هناك مع تابيه. هدفه الآن هو القضاء على العناكب لخطورتهم، فهم الآن ينتظرون المختال ليأتي إليهم في مقر عائلة شاء. ويعترف أن التلاعب بهم سيكون صعبا، لهذا سيترك أمرهم لعائلة إيه. أما هو فسيحاول إيجاد هيزوكا قبلهم. هو لا يريد من العناكب إيجاده وقتله، لأن هذا يعني انتقالهم إلى هدفهم التالي وهو سرقة كنز كاكين. أما العصابتان فهما يبحثان عن هيزوكا ليستخدماه ضد العناكب. يتساءلون أيضا في نفسهم، من هذا الشخص الذي جعل العناكب يبحثون عنه بجنون؟ الواضح أنه قوي ويستطيع القضاء عليهم، وبهذا يكونوا قد ضربوا عصفورين بحجر واحد. كيني يحذر تابعيه أيضا أن يتواصلوا معه فور عثورهم على هيسوكا، فهو رأى قتاله في حلبة السماء ولاحظ أن هيسوكا يستمتع بالمواقف التي تضره، كما فعل في قتاله مع كاسترو. كان يستطيع تفادي هجمات كاسترو لكنه تركه يقطع يده فقط للمتعة، وطبعا لا ننسى قتاله مع كون. لكن تبقى عائلة تشوؤو متقدمين لأنهم يعرفون عدد تابعي مورينا، وهناك شيء آخر أيضا. رجوعا إلى المقر في الطبقة الخامسة، العناكب يتسكعون بكل أريحية في انتظار المختال. المختال الذي أراد أن يعبث معهم يطرق باب موته بيديه. يفكر نوبوناغا بالانضمام إلى فرانكلين بما أنه لوحده ويشكل ثنائيا معه، وفي نفس الوقت يتم دق الباب وإخراج يد من الحائط، فيعرف العناكب أن هذا المختال حقا يعبث معهم. وبالفعل يكشف نفسه بفضل قدرته ويفتح الباب. يثير غضب العناكب بإخبارهم أنهم ليسوا على طبيعتهم، لأنه حينما بحث عنهم في ويكيبي اتضح أنهم نصوص في غاية الشر والدناءة. فلماذا يتحالفون مع المافيا ولا يقتلوهم فقط؟ حتى أنه تجرأ أن يقول أن العناكب يستطيعون قتل كل الأغنياء في أول طبقتين. لكن كما لاحظنا المرة الماضية، العناكب اختاروا أن يتحدثوا ويتحالفوا عوضا عن القتل، لأن هذا لا يصب في مصلحتهم. وأيضا هم من البداية لم يكونوا عصابة تقتل فقط للمتعة، بل يقتلون لعملهم لكن يستمتعون بالقتل. وهذا ذكرني برسالة العناكب التي تركوها بعد أن قتلوا الكوروتا، هم لن يقتلوهم بدون سبب، فما سبب مجزرة الكوروتا إذن؟ نوبوناغا يجهز سيفه ويخبر لوينزي أن يعدل الصفحة في ويكيبي إلى ليس في قلوبهم ذرة شفقة للحشرات المزعجة. نصيحة، لا يجب أن تثق بمعلومات ويكيبي. يذهب كلا من لينش وزاكورو للبحث عن هيسوكا، وقدرتيهما معا ممتازة للبحث. فزاكورو يستطيع التحكم بقطرات دمه ويجعلها تبحث عن أي شخص طوله 190. أما لينش فقدرتها تخولها إلى لكم الخصم واستخراج منه إجابات لأسئلتها غصبا عنه. وملاحظة، هي فقط من تستطيع سماع الأجوبة. يستمر الاثنان في البحث عن شخص طويل. مساكين، يظنون أنهم سيجدون هيسوكا بهذه السهولة. الواضح أنه متنكر ومتخفي و... ماساكا هيسوكا. يجدون هيسوكا أمامهم. آخ يا للصدمة، توغاشي كعادته يضرب نظرياتنا في السفر، ونسينا أن هذا هيسوكا، هيسوكا الغير متوقع، يمشي ولا يبالي ولا يهمه أحد. تحاول لينش ضربه واستخراج منه الجواب، لكن لا تعرف هيسوكا. وحينما يسألهم عن سبب بحثهم عنه، يخبره زاكورو وهو مرعوب أن رئيس عصابته يبحث عنه، فممكن أن يذهب معه لكي يعرف السبب. وبعدها تأتي اللقطة العظيمة التي انحرقت عليه منذ أيام، اللقطة التي نتأكد فيها أن هذا هو هيسوكا، وهذه ابتسامته الخبيثة. يعني تخيلوا، مر تقريبا 5 سنوات على آخر ظهور له ويأتي هكذا.
ظهور فخم صراحة وأعجبني رسمه جدا، لكن لما هو ليس متنكر؟ كيف يمشي هكذا وهو يعلم بالتأكيد أن الكل يبحث عنه؟ هناك سببين، إما أنه فعل ذلك عمدا كي يجده أعضاء المافيا لأنه بالأخير سيستفيد منهم، أم أنه يقول لن أبحث عن العناكب بل سأنتظرهم ليأتون إلي. لا نعرف تماما ما يفكر فيه. وهناك أيضا نظرية هيسوكا هو إيلومي. النظرية ما زالت قائمة لأن ظهوره هكذا فيه غموض كثير، لكن ممكن أن إيلومي هو المتنكر كهيسوكا وليس العكس. أظن أن الفصل القادم سيتم تكملة حرب المافيا وممكن أن نرى ظهور مورينا. هذا الفصل أظهر عودة هانتا الحقيقية للساحة، وللآن لا أصدق أنه عاد وأصبحنا نناقشه أسبوعيا. تأكدوا من أن تشاهدوا انطباعي المباشر للفصل في تويتش، وشاهدوا شروحاتي لمانجا هانتر أيضا. أعطوني رأيكم في ظهور هيسوكا وهل كان مفاجأة لكم؟ لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتضغطوا زر اللايك إن أعجبكم المقطع. انتظروا انطباعا جديد الأسبوع القادم، وأراكم أنذاك. جاني.